أيها المؤمن، مهما نزل بك من بلاء ومهما نزلت بك من شدة في الدنيا، فإياك أن تيأس، وإياك أن تقنط، وإياك أن تتجزع، وإياك أن تسخط، فإنك يوم القيامة إذا لقيت الله عز وجل فأدخلت الجنة تنسى كل شقاء ولا ترى إلا عظيم الجزاء. يقول جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بمقاريض في الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. في يوم القيامة يعطى أهل البلاء من المؤمنين إذا صبروا ولم يتجزعوا ولم يتسخطوا على ربهم، يعطون الثواب العظيم الجزيل، حتى أن أهل العافية يتمنون لو أنهم كانوا قد ابتلوا في الدنيا بأعظم البلاء.